ثم نظرة سريعة عالية طويلة الكرة الماضية وراسي جول أول لأبناء حفر الباطن لأبناء القيصومة هدف أول. نشاهد هذه الصورة نشاهد هذه الكرة العرضية والراسية مسقط. والآن لدينا كرة لمصلحة مسقط. أنتوني يرسل كرة أمامية عالية. هذا تسجيل دخول مبكر لمصلحة عبين. حطها بكل أريحية في الشباك. كرة لنادي عمان خطيرة. البرازيلي فيليكس يظهر الآن. عمان يتقدم وسفينة. لاحظ الكرة الماضية رأسية فيليكس. الصناعة الفرنسية والهدف.